السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده كالعاده. دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم هذا البغرير هذا اللي كيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت. المهم انا كما كتشوفوا راه كيجي مثقب مزيان ويعني هكا مخرج هكا. بالنسبه لهذا في المذاق ديالو كيجي غزال ومعه واحد الصوص هي كتجي زوينه ولذيذه في نفس الوقت. فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه وكنقول مرحبا الاخوان الاخوات اللي عاد انضموا لهذه القناه هذه جداد. هنايا كما كتشوفوا عندي جوج كيسان ديال الدقيق فينو، عندي ثلاثه كيسان ديال الماء، عندي الملح، وعندي معلقه ديال الكاكاو، وعندي معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. المهم هنا في الخلاط راه هذه تقريبا، المهم هنا راه تبارك الله كلشي تعرفي يعجن البغرير. هنايا غادي ندير ثلاثه الكيسان ديال الماء في الخلاط، وغادي نضيف ليه جوج كيسان ديال الدقيق ديال الفينو. هنا بالنسبه للدقيق فينو فتعوضوه بسميده رقيقه. انا هنايا حيت درتو غير بدقيق فينو هو شويه كيجي شويه سائل واحد شويه، يعني ماشي هكا ثقيل شويه. المهم كما كتشوفوا انا هنا راني ضفت ليه الكاكاو، ضفت ليه الخميره والملحه. المهم غادي نخلط هادشي مزيان حتى غادي يتخلط. وكما قلت لكم هنايا بالنسبه لثلاثه هذا ثلاثه الكيسان ديال الماء راه كيجي شويه خفيف، اللي بغى يجي شويه كما البغرير عادي فينقص من الماء. هنا غادي نضيف باكيه ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي نضيف معلقه مع مرش تقريبا نص معلقه صغيره، عفوا معلقه صغيره ديال الخل. انا حيت درت معلقه شويه كبيره فدرت غير النص ديالها صافي. من بعد غادي نعاود نخلط شويه هذا الخليط هذا مزيان. صافي من بعد هنا غادي نخوي هذاك الخلاط وهذا الخليط هذا غادي نخويه، ومن بعد غادي نخليه هكا غير يرتاح واحد 10 ديال الدقائق بحال هكدا، حتى غادي غير شويه طلع فيه الخميره واحد شويه، يعني ماشي كاع بزاف انما غير شويه. هنا كما كتشوفوا انا غادي نخليه ومن بعد غادي نعاود نطلقه. هنا من بعد ما دازت واحد 10 ديال الدقائق فهنا غادي نديروا المقله كتسخنه ديال. المهم هادشي راه هنا تبارك الله كلشي تيعرف يصوب هاد يعني كلشي كيعرف يطيب البغرير. هنا كما كتشوفوا راه كيجي شويه خفيف هذا واحد شويه. وهذا بالنسبه للسميده فراه يلاه هذيك ثلاثه الكيسان كيجيوها مقادين، جوج كيسان ديال السميده مع ثلاثه الكيسان ديال الماء يلاه كيجيو هما هادوك. صافي هنا من بعد هنا كنطيبوا البغرير. هنا كتشوف راه كيجي مثقب مزيان، واخا شويه كنتصور شويه هكا يعني ما باينش مزيان لانه هكا كنصور شويه يعني هكا بالليل شويه يعني فايت المغرب. فهنا بالنسبه للفيديو فراه تقريبا خليته يعني ما حاولتش انني نقص فيه يعني اولاني نزربه، فراه خليته تقريبا يعني ما حيدتش فيه شي حاجه كثيره. وبالنسبه لهاد جوج كيسان ديال الدقيق الفينو فراه كيعطيو 14 حبه يعني 14 بغريره، فاللي حصلت عليه بهذا القياس هذا اللي كتشوفوه. وهذا بالنسبه لهذه الطريقه هذه فهنا كتبقى يعني كنوع من ديال التغيير هكا بالنسبه على هكا البغرير داك العادي. وهنا راه كتشوفوا راه كما كتشوفوا هكا راه كيبان لكم راه متقب مزيان.
وهنايا بالنسبه للصوص عندي جوج كيسان ديال الماء، وعندي هنايا التمر وعندي الزبيب. هنا التمر انا هنا تقريبا درت واحد 16 حبه ديال التمر، ودرت جوج معالق كبار ديال الزبيب. هنا هذه كتبقى كنوع ديال كما سبق قلت لكم، هذه الصوص هذه كتبقى كتغير بالنسبه للعسل والهكا والزبده اولا العسل والزيت. هنا غادي نديرهم غادي نرقدهم وغادي نخليهم حتى غير طابوا ليا مزيان. من بعد ما رطبوا فغادي نديرهم في الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف لهم هنايا معلقه كبيره ديال البودره ديال الحليب، وغادي نضيف لهم معلقه كبيره ونص يعني معلقه ونص ديال بودره الكاكاو، وغادي نضيف نص كاس صغير ماشي كاس العنبونه، ما غير داك الكاس الصغير ديال اتاي يعني نص كاس ديال الزيت صافي. من بعد انا غادي نخلط هذا الخليط هذا مزيان، غادي نضربو حتى غيتطحن ليا داك الزبيب والتمر مزيان. هنا كما كتشوفوا انا السكر هنا راني ما درت ما دايرهش السكر، وفي نفس الوقت راه حتى بالنسبه للبغرير انا ما دايرهش فيه السكر، فرحيت كاين اللي كيبغي يضيف لي شويه الحلاوه، انا راه ما ضفتوش ليه فخليتها هكا باش كيجي واحد الطعم يعني مغاير، وفي نفس الوقت يعني ما فيهش الحلاوه. وبالنسبه اللي بغى يضيف الحلاوه فراه ممكن هنا كتزيدوا، المهم اللي بغى يزيد العسل اولا اللي بغى يزيد عفوا سمحوا لي اللي بغى يزيد الكميه ديال التمر باش كيكون حلو، هذا كيجي شويه ناقص في الحلاوه بهذه الطريقه هذه صافي. هنايا من بعد انا باش غادي نتقلو واحد شويه غادي نزيد واحد المعلقه متوسطه ماشي معلقه كبيره غير معلقه متوسطه ديال النشا صافي. من بعد غادي نخلط هادشي كله غادي نخلطو غادي نطلع هكا فوق البوطه غادي نطيبو مزيان باش كيتقال ليا واحد شويه. انا كما سبق قلت لكم هنا كنخلطوه مزيان صافي. انا غادي نحطو فوق البوطه باش هكا كنخلطو مزيان باش ما كيبقاش انا مكور. من بعد غادي نخلط هاد الخلطه هادي مزيان. وهنايا هنا بالنسبه لهذا الخليط هذا فراه اللي بغا كما قلت لكم يا اما تضيفوا لي تزيدوا، انا غادي نضيف له شويه ديال الشوكولاط هكا حكيته لانه كان عندي طرف شويه كبير، خديت منه واحد شويه حكيته زدته لي باش هكا يعني حطيته فيه هكا باش مع السخونيه باش يذوب ليا مزيان. وبالنسبه لهاد الشوكولاط اللي درت فهو راه فيه نسبه ديال الكاكاو 72% ديال الكاكاو. ومهم هنا نتوما كيبقى الاختيار ديال كل واحد، انا باش كتزيد كتعطيه كتعطيه واحد الشويه ديال الحلاوه كنضيفها ليه صافي. هنا غادي نخليه حتى غادي يبرد. وكما كتشوفوا انا هنا راه درتو في هاد هنايا قدمته هنايا مع البغرير، ودرت مع شويه ديال العسل وشويه ديال زيت العود، واللي بغى الزبده راه ممكن كيديروا ليه الزبده. فكما قلت لكم هذا راه هنا تيبقى كنوع ديال التغيير. وهاد الصوصه ديال راه كتجي ثقيله وما فيها لا سكر لا والو. وهنا كنديروها بالنسبه لهاد الصوصه ديال كنديرها حتى بالنسبه للكيك هذا كتعجبني بحال هكا لانه ما فيهاش ديك الحلاوه ديال السكر. وهنا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان الاخوات اللي من المتتبعين ديال هذه القناه اللي من المغرب وخارج المغرب، وكالعاده دائما كنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.